السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. تونسية تتكلم عن زيارتها الى الجزائر. اكثر حاجة مفرحتني هالمرة الناس اللي تبعتني من عام ناول، شفتوا كيفاش العام اللي فات جيت مع اصحابي وحدنا بالكرهبة، يعني على الحدود البر، وقاعدين نكتشفوا ومش عارفين. هالمرة كيف رجعت انفيتي وهكا انتوري بالناس الكلها من الجزائر، وانتوري بناس تعلم فيها في حاجات ما نعرفهم، مش تعطي فيها وين نمشي، فحاسة روحي ما نعرفش، حاسة روحي ضيفة. المرة فاتت مستكشفة، المرة هذه ضيفة. أما هذا ما يعنيش إنه مش نستكشف يعني وندور، أما أم سو هابي والله، الفرق كبير. وضيفة الناس ودلالهم من أول يوم، من لحظة المطار وأنا كحسب فرحة ما زلت ما نجمش نوصلها، أو ما زلت ما نجمش نوصف لها. الحمد لله الحمد لله، وأم سو هابي للي جاي والبلايس اللي باش نمشي لهم وكل شيء، واللي تعلمته الكل باش نحكيه. وزيدا اكثر حاجه فرحتني انه هالمره، يعني المره الاولى اني نكتشف وما نعرفش وكل شيء عادي، يعني جارتكم بنت الدار يعني دارنا تسترعانا، اما هالمره احنا مدللين وجايبين معنا الضياف اللي من الاردن، رغود واخواتها وعائلتها كلهم، ففرحانه انه معايا كل هالناس انهم يعاونونا التنظيم، يوريوا البلاد في أحسن صورة. تخيلوا من اللي وصلوا هما مدهوشين على الضيف، على الناس قديش طيبين. اليوم الأفنت أكيد يكون واو، أما أنا متحمسة أكثر شيء الغدوة. غدوة هو النهار اللي بش يشوفوا فيه العاصمة، اللي بش نشوفوا فيه بش نمشيوا القصبة وبش نعملوا تور بالبات، يعني فما عنا بلان كامل هذا نحكيه لكم غدوة. فزيدة هذه الحاجة فرحتني أنه قاعدة تطلع في صورة المزيان على السوشيال ميديا، ملايين الناس تتفرج في حاجة. واو I'm so proud والله. العام اللي فات كي نمشي لدار الناس تقولي لي واش ماشية، العام هذا فهموا.